أشعر بضيعان فظيع، أتهرب حتى من نفسي، ما أبغى إلا أسمع نفسي ولا أبغى أعرف شو السالفة. لا خذي وقتك في الضيعان، بقول لك ليش. لازم تكونين جاهزة للتغيير، لازم تكونين جاهزة إنك أنت تطورين نفسك وتعدلين من نفسك. وأنت تبين تبدئين رحلة التغيير دائما تبدأ بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. دام أن الإنسان ما عنده نية تغيير، التغيير هي الحقيقة الوحيدة في الحياة. التغيير سبحان الله من الحياة إلى الموت، من الصغير إلى الكبير، من الكبير إلى العدم. فخلينا نكون صريحين، كل يوم نحن نتغير. أنا هاي إيدي بعدها، بس أنا أشوف سبحان الله ويحيي العظام وهي رميم. كل شيء تقدرين تغيرينه، كل شيء بفضل الله ورحمته يتغير، دام إن في نية، دام إن في نية تطوير، تحسين، تعديل، بتتغيرين. النية وايد مهمة لأنها تساعدك على الإصرار، على الاستمرار، على أنك أنت تتطورين، على أن أوضاعك تكون بطيب. فالضيعان اللي أنت فيه أنا أنصح خذي وقتك فيه إلين ما أنت تكوني ذاهبة. أول ما تتجهزين تحسين عمرك جاهزة لازم تتكلمين مع حد، وأنا أتشرف أني أجلس وياك ونشوف شو موضوع.